البلد محتاجة الزور عشان طبعا ظروفها. إن شاء الله نحن نقلل الفجوة الجاية الموجودة. وأعتقد لازم يكون في منظومة الصحة الاقتصادية بتاع الدولة ممكن برنامج تمويل الشعب. في توجيهات من الرئيس خلال الحرف اليمين؟ طبعا توجهات للبلد كلها وللمواطن، ولازم المواطن يحس كل حاجه بتتعمل على ارض الواقع. شكرا جزيلا، الف مبروك. شكرا على الوزير.